أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي، نشوفوا نماذج من نماذج فروض مادة اللغة العربية. إذن نماذج من نماذج مادة اللغة العربية لكي يكون فيها يعني عندكم النص الانطلاق، أسئلة في القراءة، وكذلك أسئلة في الدرس اللغوي والتعبير والإنشاء. إذن الفرد اللي غنخدمو فرد كيتعلق بالأولى إعدادي، الفرد الأول للدورة الأولى. وبالنسبة لفروض اللغة العربية كيكونوا عندكم جوج فروض في الدورة، يعني عندكم جوج فروض، الفرد الأول والفرد الثاني في الدورة. إذن غنخدمو هذا الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة للأولى إعدادي. إذن أول حاجة النموذج باش تخدموه خاصكم تقراو النص من بعد تجاوبوا على الأسئلة. خاصكم تعرفوا طريقة الإجابة الصحيحة، يعني كيفية تحليل النص والمنهجية ديال كتابة التعبير الكتابي توسيع فكرة. النموذج غنخلي لكم على يعني غنخلي لكم في صندوق الوصف باش تخدموه. نتمنى لكم التوفيق وتجيبوا نقاط عالية، وكنشكركم على التعليقات الزوينة ديالكم. إذا نبدأ على بركة الله والنص الانطلاقي. إذا يهدف الدين الإسلامي إلى بناء مجتمع ذي بنية قوية قادرا على مواكبة التقدم الحضاري للأمم، تسوده المحبة وتحيط به الرحمة. من بين المبادئ التي شرعها لتحقيق هذه الغاية صلة الرحم والتعاون والعمل الجاد لتحقيق الصالح العام. فصلة الرحم وسيلة من أجل ربط العلاقة العائلية بعدها ببعض بوشائج قوية، بحيث تشعر وكأنها أسرة واحدة متضامنة في السراء والضراء. فالعائلة إن لم تتقارب وتجتمع لتكون وحدة المجتمع تصبح مجموعات صغيرة متناثرة، وما يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراعات تفضي إلى إضعافها. والتعاون يخلق الانسجام في المجتمع ويحقق غايات الناس في تحصيل حاجياتهم وجلب المنافع ودفع المفاسد وتحقيق مبدأ الأخوة والتضامن في الشدائد لتفريج الكربة عن المكروب وتنفيذ هم المهموم. أما العمل فهو في نظر الإسلام واجب مقدس، ويعتبر المقياس الأساسي الذي تقاس به قيمة المواطنين على اختلاف خدماتهم، ولهذا أمر بإتقانه وأدائه على أكمل وجه وحرم الغش والتقصير في القيام به. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالزم العمل المتواصل الجاد ودع الكسل والخمول لتسهم في رقي مجتمعك وتقدمه. إذا النص يتحدث عن مجموعة سلوكات التي دعا إلى الإسلام، منها صلة الرحم، منها التعاون، منها إتقان العمل والابتعاد عن الغش والتقصير في العمل. إذا نبدأ سؤال أول، اقترح عنوانا مناسبا للنص. جميع الاقتراحات يعني مقبولة، خاصة يكون فيها دخل فيها الدين الإسلامي، دخل فيها سلوكات داعية للإسلام إلى آخره. إذا نكتبوا الإسلام سلوكات، إذا نبدلوا اللغة، إذا الإسلام سلوكات، إذا الإسلام سلوكات، الإسلام سلوكات. إذا هذا اقتراح، وأي اقتراح يصب في هذا المجال فهو صحيح. استخرج من النص مرادفات الكلمات التالية. إذا استخرج من النص، خاصنا نستخرجوها من النص. مسايرة متفرقة. إذا غنمشيو نشوفو، إذا بالنسبة إلى بناء مواكبة، إذا مواكبة مسيرة مواكبة ومتفرقة، إذا مرادف ديالها متناثرة، إذا هنا مسايرة مواكبة، مسايرة مواكبة، مواكبة، إذا مسايرة مواكبة ومتفرقة، إذا قلنا متناثرة، إذا متناثرة، إذا هنا عندنا متناثرة ثرة بالفاء متناثرة. إذا كيقول لك خرج المراد من النص، خاصك تخرجو من النص. نمشيو الثالث، رتب الأفكار الآتية حسب ورودها في النص. إذا التعاون يقوي العلاقات بين أفراد المجتمع، العمل الجاد معيار التفاضل بين المواطنين، صلة الرحم مبدأ أساسي لبناء مجتمع إسلامي متلاحم. إذا أول حاجة هضرنا على صلة الرحم، أنها مبدأ أساسي لبناء مجتمع متلاحم. إذا هذه نكتبو ليها واحد. إذا أول يعني الأفكار، غير ترتيب الأفكار المذكورة في النص، هذه واحد. إذا بعدها هضر على التعاون، إذا التعاون يقوي العلاقات بين أفراد المجتمع. إذا هنا الفكرة هذه جوج ناقشها النص، إذا التعاون، إذا التعاون. وبقات لنا الفكرة الثالثة في الأخير، هضر على العمل الجاد معيار التفاضل بين المواطنين، إذا هي ثلاثة. إذا هنا غير ترتيب الأفكار كما جاءت في النص. نشوف السؤال الرابع، استخرج من النص فائدتين من فوائد التعاون. إذا والتعاون ماذا؟ يخلق الانسجام في المجتمع،
يحقق غايات في تحصيل جلب منافع دفع المفاسد. اذا نكتبوا جوج افكار فقط، اذا نكتبوا هنايا مثلا الانسجام في المجتمع، اذا يخلق الانسجام يعني يخلق الانسجام تحصيل حاجياتهم جلب المنافع دفع المفاسد. اذا نكتبوا خلق الانسجام داخل المجتمع، خلق الانسجام داخل المجتمع، خلق الانسجام داخل المجتمع، خلق الانسجام داخل المجتمع. وممكن نكتبوا كذلك جلب المنافع، جلب المنافع، جلب المنافع. وكاين بزاف افكار نكتفي حيت عاملين غير جوج، نكتبوا جوج. الى اي شيء يدعون الكاتب في اخر النص، اذا في اخر النص ان نلزم العمل المتواصل الجاد ونبتعد عن الكسل والخمول. اذا دعانا الى العمل، المتواصل الجاد، دعانا الى العمل المتواصل الجاد، والابتعاد عن الكسل، والخمول. نعم هذا بالنسبة يعني ما آخر ما جاء في النص. نعم إذا ننتقل للسؤال السادس، استخرج من النص ما يلي سلوكات دعا إليه الإسلام وسلوكات نهى عن الإسلام. إذا السلوكات التي دعا إلى الإسلام كاين التعاون، كاين صلة الرحم، ونهانا عن الغش والتقصير، ونهانا كذلك على الخمول. إلا كاين بزاف ديال يعني بزاف الأفكار اللي كاينين في النص. إذا نكتبو هنايا مثلا، نكتبو التعاون، صلة الرحم، إذا التعاون، صلة الرحم، العمل الجاد، إذا نكتبو جوج، التعاون، صلة الرحم، صلة الرحم. نعم إذا هادو بالنسبة لما دعا إليه الإسلام. إذا غنشوف بالنسبة يعني ما نهى عنها الإسلام أو سلوكات نهى عن الإسلام، الغش، إذا الغش والكسل والخمول، إذا الكسل والخمول، أو كذلك التقصير في العمل. إذا حرم الغش والتقصير في القيام به، التقصير في العمل ممكن تسوى التقصير في العمل، التقصير في العمل. اذا خصنا اتقان العمل، اذا معناه خصنا يجب ان نتقن العمل. اذكر قيمتين من القيم المتضمنه في النص، اذا قيمتين، اذا كاين قيمه التعاون وصله الرحم، اذا التعاون وصله. اذا بالنسبه للقيمتين ممكن السعي الى العمل الجاد لانه يتحدث عن العمل، السعي الى العمل الجاد، السعي إلى العمل الجاد، وكذلك نكتبو التعاون. إذا من القيم التي دعا إليها، إذا التعاون ودعانا إلى العمل المتواصل الجاد، إذا التعاون. نعم إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا سؤال مجال رئيسي الثاني اللي هو الدرس اللغوي، ونبداو اضبط بالشكل. إذا هنا بالنسبة لهنايا خاصكم ترجعوا النص وتشكلوا الكلمات، إذا على مواكبتي. إذا غنشوفو حنايا السؤال الثاني، استخرج من النص الانطلاق، فعلا مجردا، فعلا مزيدا، فعلا صحيحا، فعلا وتلا. إذا فعل مجرد، إذا كاين بزاف الأفعال في النص، وأول فعل عنده يهدف، إذا هدف يهدف، إذا فهو فعل مجرد. إذا نكتبو كما جاء في النص، إذا يهدي يهدف، إذا يهدف يهدف يهدف، إذا يهدف. كذلك فعل مزيد، إذا فعل مزيد ممكن نكتبو، إذا عندنا فعل مزيد تقارب، تقارب، إذا تتقارب، إذا فعل مزيد تتقارب، فعل مزيد. فعل صحيح عندما خليت حروفه من حروف العلة اللي هي واي واو ألف ياء. إذا ممكن نرجعو النص، كاين مثلا يشعر شعر، إذا نكتبوها كذلك، إذا هذه ما فيهاش حرف علة. كذلك صدقة أو هدف، إذا كتبناها في الأول، إذا ممكن نكتبو شعرة. إذا نرجعو النص، بالنسبة للنص، إذا هنايا ما معنى فعل؟ كاين عندنا طالبين منا الفعل المجرد، إذا فعل مجرد بحال يهدف، إذا فهو ليس مزيد، مزيد هو يعني زيادة حروف زيادة على فعالة.
إذن بالنسبة هنا ممكن ناخدو تتقارب. إذن عنشو بالنسبة للفعل الصحيح، قلنا بالنسبة للفعل الصحيح، إذن هنايا فعل صحيح يعني كيكون يعني ما فيش حروف العلة. إذن خصنا نقلبو في النص وناخدو شي فعل ما فيش إذن حروف العلة. إذن هنا بالنسبة تشعر شعرة فهو يعني فعل صحيح ما فيش حروف العلة. نمشيو داعي الكسل، إذن هذه في الأمر إذن رجعناها هي دعا، إذن في حرف علة إذن فهو فعل معتل. إذن عرجعوا ونكسبوا هذه الكلمات. إذن هنا تتقارب فعل مزيد، صحيح تشعر، ودع. إذن كسبنا الأفعال كما جاءت في النص. إذن عنتقلوا السؤال الموالي، املأ خانة الجدول الآتي بما يناسبه. استخرج، إذن بالنسبة استخرج فهو فعل مزيد، إذن عنكسبوا له الوزن ديالو، الوزن ديالو هو استفعل. استفعل، إذن استفعل، إذن يعني عنجردو من حروف زيادة ونشوفو الفعل المجرد ديالو، نحيدو الألف والسين والتاء، إذن اش معايا بقى عندنا خرج، 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 إذن عنشوفو حروف زيادة، إذن حروف زيادة فعالة، إذن ألف والسين والتاء، إذن هنا نكتبوها، إذن عندنا بهذه الطريقة سين وتاء، هذه حروف زيادة تاء، إذن ألف سين تاء. نعم، إذا نمشيو بالنسبة معناها، إذا معناها تفيد نكتبو الحروف الزيادة ألف سين تاء يعني استفعل، إذا الوزن استفعل، كيكون معناها الطلب، إذا معناها الطلب، هذا الدرس قلتو في درس اللغوي. نمشيو كذلك انفصل، انفصل إذا وزنه انفعل، إذا بالنسبة لانفعل إذا نحيدو الألف والنون يبقى لنا فعل اللي هي ماذا فصل. ففصل، إذا ما هي حروف الزيادة؟ إذا شفنا ألف نون، إذا نكتبوها ألف نون، إذا هذه حروف الزيادة. إذا عنمشيو باش تبان لكم ممكن نعملو بيناتهم شرطة، إذا هنا ألف نون وهنا ألف سين، إذا هنا ألف سين وتاء. نعم، إذا بالنسبة ممكن تكون عندنا حروف زيادة ألف ونون فهي تفيد المطاوعة، المطاوعة. نعم، إذا ننتقل إلى السؤال الموالي، لاحظ المثال ثم أتمم بما يناسب. إذا حافظة فعل صحيح سالم، وقف، إذا نكتبه بالنسبة للوقف فهو فعل معتل، إذا فعل معتل، إذا فعل معتل. إذا بالنسبة لحرف العلة كاين في أول إذا الفعل، إذا فهو فعل معتل مثال، إذا فعل معتل مثال. إذا نمشو أمر، إذا هو فعل صحيح في ألف همزة، إذا فعل صحيح مهموز، فعل صحيح مهموز، فعل صحيح مهموز، مهموز. إذا سلينا السؤال الرابع، ننتقل إلى السؤال الخامس، صرف الأفعال الآتية تبعا للمطلوب مع الشكل. إذا مر، أنا الماضي مررت، إذا نكتبو مررت، مررت هنايا يفك الإدغام، مررت. وجد، أنتم ماضي، إذا أنتم ماضي، وجدتم، إذا هذا بالنسبة الماضي، إذا بالنسبة وجد، وجد، أنتم في الماضي، إذا وجد، وجدتم، إذا نكتب، إذا وجد، وجدتم، وجدتم. إذا بالنسبة أنتما في الأمر قام، إذا عندنا هنا كنقولو في الأمر قوما، قوما، أنتما قوما. وبالنسبة لأخذ في المضارع هي في الضمير هي نقول تأخذ، تأخذ، إذا إذا تأخذ، تأخذ، تأخذ. إذا هذا بالنسبة للدرس اللغوي. وبالنسبة للتعبير إنشاء لكم توسيع فكرة، فسر الآية الكريمة التالية وتوسع في معناها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا توسيع فكرة، إذا بغيت نكتب لكم موضوع إنشاء خلوها لي في التعليقات. أتمنى أنكم فتكم، شكرا وإلى اللقاء.